مجدك يا حسين، فوق مجدك يا حسين. الداخل إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام ينتابه شعور أولا بعظمة هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان لم يمت وإنما هو حاضر في القلوب وحاضر في المشاعر وحاضر في الضمائر والعواطف والوجدان، وأن هذا الإنسان الله عز وجل أعطاه هذه القيمة الكبيرة وجعله مهو أفئدة الناس. لا شك أن هذه لحظة يعشقها كل إنسان مؤمن، أتمنى أن أحصل على ذلك لأحدثه عما تعيشه هذه الأمة من مرارات، من مآسي، من حكاية يشيب لها الشبان. أنا أعترف أنني ضعيف أمام الحسين، العجز عن التعبير أبلغ من كل تعبير أمام الحسين، تقتلني الدمعة الساكبة أمام الحسين، لا أملك غير دموعي، كياني كله يهتز. أستطيع أن أقول أنه لو استطعت أن أصل إلى هذا المكان قد أجهش بالبكاء ولا أستطيع أن أتحدث بشيء، سوى أن ضميري يتحدث إلى الإمام، سوى أن مشاعري الجياشة تتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام، للإمام الحسين عليه السلام، سوى أني أتمنى أن أقبر بجانب قبره الشريف المبارك. ماذا أقول لرجل مات من أجلي حتى يوصل إلي إسلاما صحيحا نبويا محمديا؟ أقول له سيدي ومولاي أنت لنا درسا خالدا، أنت لنا نبضا استطاع أن يغير الكون، لولاك يا سيد الشهداء لما كنا ولن نكون يوم من الأيام. السلام عليك يا أبا الأحرار، سلام أول كلام السلام، السلام عليك يا أبا الأحرار. وسأقول إمام الحسين عليه السلام، لأن إمام الحسين عليه السلام كمثل أنا دخلت أسلم عليه، أسلم على إمام الحسين وأذكر التاريخ عن إمام الحسين عليه السلام. سيدي يا أبا عبد الله، أنت المستقبل الذي كنا نتأمله وتلك الحياة الأبدية التي ننتظرها يوم القيامة. ماذا عسى الإنسان أن يقول عندما يصل إلى هذا المكان إلا أن يقول اللهم تقبل منا أن نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، وأن يرزقنا شفاعة الحسين في يوم الورود، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. فقط ما أستطيع أن أقوله هو السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحس أنا في مكان استشهد في ذلك المكان، في هذا المكان حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام، لأجل الحرية، لأجل الكرامة الإنسانية. يبكي القلب قبل أن تبكي العين، ويبكي ضمير الإنسان قبل أن يبقي. لا شك أن البكاء هذا حاجة بسيطة قياسا لما قدمه الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين يستحق منا أعظم من البكاء، يستحق منا أن نضحي بكل ما نملك من أجل خدمة الإمام الحسين، ومن أجل التبشير بأهداف ومبادئ الثورة الحسينية المباركة.
لأنني أستحضر المظلومية كل المظلومية، وأستحضر أيضا الإباء والشجاعة في أحلى صورها ومعانيها. الإمام الحسين عليه السلام، نحن عندما نزور قبره الشريف ضريحه المقدس نشعر بروحانية تختلف عن أي شيء، عن أي مكان آخر. روحانية المكان، قدسية هذا المكان، خصوصية الإمام الحسين عليه السلام تجعل الإنسان دائما في حنين إلى زيارته المباركة. يؤسس الإمام الصادق عليه السلام، يؤسس إلى قضية في هذا التفاوت في مقدار الأجر والثواب، أن هذا التفاوت يقوم على أساس العلم والمعرفة بشخصية الإمام الحسين عليه السلام. لذلك كلما ازدادت معرفة الإنسان بالإمام الحسين عليه السلام كلما ازداد أجره. كل ما نستطيع نقوله نحن فقط نحن المستفيدون، ومجرد وجودنا في قبره وفي روضته، المهم إذا ذكرنا هذا أمامه فهذا هو الذي نستطيع أن نفعله، لأنه هو نفسه هو السلام. وبعد ذلك كل ما يترتب في هذا يترتب. الذي يقف على قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لابد أن يحدد من البداية أنه لماذا يقف. إذا القضية قضية زيارة وأجر وثواب، أهل البيت عليهم السلام وصلوا إلى مستوى أنهم لم يكلفونا بالوقوف على القبر، بل في بعض الأحيان اكتفوا أن الإنسان يصعد إلى سطح داره ويتوجه إلى قبر الحسين عليه السلام ويزور القبر الشريف. لكنه أن تأتي، وفي بعض الروايات الحث أن يكون المجيء إلى قبر الحسين عليه السلام بهيئة يعني غبر، زوروني غبرا شعثا، يعني أغبرا وأشعثا، ويأتي سيرا على الأقدام. كل هذا العناء وهذا التصوير لكيفية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذه لابد أن تخفي وراءها أشياء وأشياء. المهم الإنسان عندما يقف في هذا القبر الشريف لابد أن يسلم على الإمام وعلى أصحابه، وأن يدعو الله أن لا يكون آخر العهد بزيارته سلام الله عليه. أن الذي يأتي ويقف على قبر الحسين عليه السلام عليه من البداية أن يحدد الهدف من هذا الوقوف. لماذا أنا أقف على قبر الحسين؟ أقف لأجل الأجر والثواب يمكن أن يتحقق في الزيارة عن بعد، أقف من أجل ديمومة التواصل، هذا لا بأس ممكن أن يكون. لكن في بعض الأحيان أنه عندما يكون هذا الشخص هو القرآن الناطق، أقف أمام قبر الحسين عليه السلام وكأنما أقف أمام قرآن يتلى. يعني بالنسبة لإمام الحسين عليه السلام كمثل أنا سابقا يعني هذه الفكرة عندي بالبداية، في عندي فأني مثلا صيني، يعني معروف بصيني يعني مذهب سني، فشيء ما يعني لا يوجد في الصين. فأني بالنسبة عن مكاني أني يعني شيء فعلا، ولكن ليس أني وحدي سني أو يعني فقد الشيعي يأتي إلى كربلاء يزور إمام الحسين عليه السلام. والعالم لازم كل أجي، خصوصا نحن مسلمين والسني والشيعي، لأن ماكو فرق أو مثلا بالشرط لازم شيعي يأتي يزور إمام الحسين عليه السلام، ولكل العالم والمسلمين وغير المسلمين يأتي يزور إمام الحسين عليه السلام ويتعلم من إنسانيته. الوقوف أمام قبر الحسين إذا كان بهذا المعنى وبهذه الدلالات يمكن أن تكون له انعكاساته على النفس الإنسانية، يمكن أن تكون له انعكاسات حتى على مستقبل الإنسان. لذلك حقيقة نحن لا ندعي، ولكن نقول نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أننا عندما نقف على قبر الحسين عليه السلام أولا نستشعر أمام من نحن وقوف، ثانيا نستشعر منظومة القيم التي يحملها صاحب هذا القبر، ثلاثة نستحضر تلك البطولة والشجاعة وتلك اللا التي بقيت مدوية وانتصرت على السيف الذي قطع رأس قائل هذه اللا. نقف على قبر الحسين عليه السلام ونستحضر تلك المأساة العظيمة، تلك المأساة
التي أودت بحياة ابن النبي صلى الله عليه وآله؟ أنا اليوم موقعي كما سألتني وأرن موقع الإنسان المغبوط لأني زرت، وموقع الإنسان المسرور لأني تبركت، وموقع الإنسان الذي يتوق إلى الزيارة مرة أخرى ووعدت نفسي بعد 14. إن كربلاء مثلث إباء، مثلث إباء تمثل في الحسين والعباس وزينب الحوراء عليهم صلوات الله. تجد هذا المثلث يلتقي في شخص واحد وهو شخصية أبيهم وقائدهم وملهمهم الإمام علي بن أبي طالب، قائد هذه الإنسانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نريد أن نقف أمام هذه الزاوية الفريدة من نوعها المعطاءة التي تمثل قمة الوفاء قمة الإيثار، وهو سيد الشهداء بعد أخيه يوم كربلاء الإمام العباس عليه السلام، الذي وقف أمام هذا البعد ليجسد هذه المعاني الدقيقة التي استطاع من خلالها أن يمثل تلك الروح المعنوية. ولكن بالنسبة كربلاء، نحن لم نعرف كربلاء من قبل إلا هذه السنة شاهدنا كربلاء، كنا نسمع كربلاء أو نقرأ في الكتب، ولكن هذه السنة شاهدنا كربلاء ووجدنا اليقين الأيقن مما كنا فيه. وجدت هنا غرائب كثير في دريئته، ودعونا هناك الدعاء، خرجنا من قبره ولم يكن دقائق ذلك الدعاء يعني كان موجود وقع الاستجابة. هذا غريب، فيه نية التي كان عندي بنية دعاء، دعوته وخرجت من قبره بدقائق استجابة وقع. هذا شيء عجيب. من بداية ذلك الحمد لله عندي حقيقة عليه في هذه الدنيا وفي الآخرة. نعاهد أبا عبد الله الحسين على أن نظل في خطه ولن نترك رايته تسقط ما حيينا أبدا. نعاهده أن التكفير الذي كان أول من قاومه في تاريخنا الإسلامي لن يلغي التفكير في عالمنا العربي والإسلامي. نعاهده أن الإسلام المسروق إلى هاوية الإرهاب سيعاد إلى حضن جده رسول الله. عهد منا بدمائنا بأقلامنا بألسنتنا بشعورنا بأرواحنا للحسين ابن علي. Parishan